الانطلاق في 5:30 فجرا، والبداية كانت مع شوط الأبكار، وافتتحت افتتاح لجمعة محمد خلفان المزروعي رصيد الانتصارات بفوز كبير ومستحق وبزمن قدره 2:07. الشوط الثاني للجعدان لم يكن الذيب لعبيد راشد الدرعي أن يسمح لأي من خصومه أن يتفوق عليه، فنظر إلى خط النهاية محددا هدفه الذي ناله مع نهاية الشوط بزمن قدره 2:11. مكرمة سيدي سمو الشيخ محمد بن زايد الله يطول عمره متعودين عليها كل سنة، هذه الاقتصاد، ارتفاع الاقتصاد وتحرك السوق الهجن وسوق كافة النواحي، الحمد لله الله طول عمر الشيخ محمد الزايد يمده على الدولة الأمن والأمان والصحة والعافية، يمده بطولة العمر ويكون بخر للدولة والقعود ركضة طيب. الشوط هذا كان فيه شوط ير ضايقة من الجعدان، وقعود بن حمود قعود جوية ضايقة، وقعود الحمد لله متعود على الشوط الأول، وتيمل اللهم لك الحمد والشكر من الشوط الأول. نحن رسالتنا من قعود من طوفان بعيد سالم بن راشد الدرعي وبعيد العزبة اللمبة الجياش بعيد حمد بن راشد واختم بتاعك تسعيرة، عنده 5 اشتراكات، اشتراك الأولي كان في رقاعات العصاية البطان، واشتراك الثاني في ميدان حمران، عنده اشتراكين في شارة سمو الشيخ راهد الحميد النعيمي ميدان التلة، وحاصل على سيفين هناك وكان ركضة طيب. الاشتراك الخامس هذا جهزناه والحمد لله